وجدي مسلم من شعب مسلم وما نحتاج الشهادة منك انت من غيرك. والشعب هذا متأثر في الهوية بتاعه وما يحتاجش منك انت شيخ الكذابين كما قالها الشهيد انسان رفيق شكر بالعيد، لأنه هذا اللي يعمل فيه، هذا اللي يعمل فيه، لأنه يبعث الفتنة ويبعث الفرقة ويدعو إلى القتل. ونتيجة ما قاله وقع الإفتاء بأن يقع قتلي. مرتي ما هيش في الدار، وولدي عنده امتحانات ما هوش في الدار، وبنتي ما تنجمش مش تتحمل هذا، وأمي مش تمرض، وشعب كامل مش تمرض من جراء هؤلاء. ويحب الأمر يتصوروه اللي هو أمر وقع تضخيمه. هكا الدنيا، هكا البلاد تولي. هذا مش معقول، هذا مش معقول، هذا مش معقول. طيب طيب ما عاد واحد يستعمل الإسلام السياسي. الإسلام والسياسة الصوم على بعضهم. اللي حب يعمل السياسة مش بدين. يا بالله 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 كيف هذا دجل؟ يعمل السياسة مش بدين. الدين ملك مشترك للجميع. من النخبة شكون اللي يعمل السياسة بالدين؟ ما بيقبلوه. الدين ديني وديني. بين حق انت تستغل وتخرجني بيه كمسة كل الدجال في ما تلقى ما تعمل تستعمل الدين. من اجموش ما عادش أنا أطلب من نرفع الجلسة لعشر دقائق، لكن اسمعوني عايشكم، اسمعوني عايشكم. يا سي الناس، يا سي الناس، بالله احنا نرفع الجلسة لعشر دقائق لتهدئة الأعصاب، لكن نحب نأكد وأن وصولنا إلى هذا الموقع وإلى هذه